اش غتفكوا انا شاء الله كان ملي الاستاذ واحد كيقول لي نقل يا خويا كيقول لي ما نقلش وهذاك اللي كيقول لي نقل ولا دا لي التليفون في الاخر دخلنا ريحنا خرجنا لعبوا شمتهم حيت الاستاذ حرات له باش كان نقل وانا عامل فونيسات كابلي شمتو الخاوي ديال ديك اصل الواليده البرافو اللي كدعي معايا والله الا الدعوه ديالك صدق صحيحه والاخت كتسرد لي كل شيء الله يعطيك الخير سينما شان دكتور الوطن صباح الخير صباح النور كيف صباحك الحمد لله سينا عاد تدخل دوس اخرج دراري والو الزهر كل شيء مزيه راحت في السنه عامر هيدو وتخايب وجالس معايا جيت قهوه معايا اليوم مريح لي فوق الطاويله جابوني في اللول صنديو ديك جويجات هايده ديالنا مداخمه للديناجي ان شاء الله وهذا واخا الاساسي دي خلي وقت نقلتي ما فاهم والو هذا هو المشكل احنا اذا سمعنا الوليده وصلينا فجر قرينا ياسين عازك جينا تبارك الله هذه يلا هضره نيش والله نجحنا كاملين بينا السلام عليكم متابعين موقع طنجاي ومرحبا بكم في هذا الفيديو هذا اللي غادي نشوفوا اول نهار لامتحان البكالوريا اول واحد هو السي ساليسي اول واحد خرج اخوا داكشي اللي كنا عارفين حنا عدنا حق الله وكتشوف شي مناظر كيوقعوا في وسط قسم خايب راه لا حول ولا قوه الا بالله حق الله كتشوف واحد بوبري جاب ديال التليفون قاتل يشوف شي معادله شي لعبه واحد خيتي جالسه في الطاوله الاولى ما عرفش جات استاذه كتهضر معاها السلام السلام خيتي ضربه في اي بي وكتنقل مع راسها فاش ناضت طاحت لهذيك في اي بي طاحت واستاذه شافت واستاذ شاف شافوا بعضيتهم عملوا راسهم ما شافوا والو هزت ديك في اي بي خشيتها في الجيم مشات بحال والله العظيم واحد بوبري عاوتاني جالس قدامي جاب التليفون خصو يشوف واحد معادله نزل عليه قال له راه داك التليفون غنجي نشوف عندك شي حاجه غنضربك بتقري جبر عند الوجهيه صاحبي ابراهيم انت كيفاش دوزتي الامتحان ديالك صراحه انا دوزت مزيان فهمتي جبرت الامور ديالي مضبوطه بديت صراحه الفيزياء جاتني صعيبه شويه بديت بالكيمياء ضمنت ديك 7 النقط ديالي ساعه ونص ضمنت فيها الكيمياء صافي ديك الساعه دوزت الفيزياء كاينين واحد 7 الاسئله تما قول لك خرجت منهم واحد 5 والباقي عملت شي حاجه من هنا شي حاجه من هنا سقسي هذا وسقسي هذا بحال هكذا تبارك الله عليك برافو لينا امين تبارك الله عليك الله يبارك فيك اخي شندن ضد الطار الامينه واش غنقول لك الخامس يحن تبارك الله طاح في متناول ياك والله الا شو هادشي كامل بعدا قريناه كنشكروا الناس افلاطون كنشكروا واحد استاذ الحسن هو اللي كيزيدوا السوايع بوبراني تبارك الله عليه وصافي حنا تبارك الله كنخدموا كنقراو كيجينا هادشي ساهل ما فهمتش حقد الحسن صعيب حقد الحسن طلع واه الحسن شحال من سيمسيه شحال نقول لك بقيت فيه جوج ساعات وربع طلع ولكن راسي غير فيزيك اخي اما الباقي الله يستر وسهل حقو كيفاش عامل الامور من الداخل كيفاش عامل الاجواء واش غنقول لك حي راسها مزايره ولكن شات من قدي وعدي وسالم كيفاش كان الامتحان الداخل امتحان متناول اخويا حنايا ما كنراجعوش السالم ودابا نسينا كيفاش دوز سينا كيفاش دوز دوز مزيان الحمد لله اخويا شحال من سيفه من ساعه نسيت جيت سوايع جيت سوايع جاوبتي كلشي ولا لا والو ما جاوبتيش كان ساخط هذا كان كيدوز حدايا ساخط بوبراني راه ما كيتيش شي منظر اش غتفكوا انا ان شاء الله كان ملي الاستاذ الله يا استاذ اش عندك استاذ وسينا خاو ديني الله طاحوا فيا جوج الاساتذه الخاوه مزيونين ولا واحد كيقول لي نقل يا خويا كيقول لي ما نقلش ما عرفتش واش نسعف هذا اللي كيقول لي نقل ولا لا دابا هنا كانوا خصهم يزرفوك الخام والله الا ملي صافي مشيت مع هذاك اللي قال لي نقل وهذاك اللي كيقول لي نقل هو اللي دا لي التليفون في الاخر وصافي نطخوا شحال فخا العشي وراه والله الا عبد الواحد فخ مسخوط دخلنا ريحنا خرجنا شنو وقع لك دارنا تما واحد التمرات وهذاك التمر اللي فيه الماء هذاك التمره واقيلا فيها شي حاجه لا لا صدمرونا اخي انا كتشوف راه ما كلشي الدراري داو لهم التليفونات ودابا شنو غادي نعملوا اذا جبنا استدراكي وهذاك ما جبناش شي تقلب التكوين نتمنى ان شاء الله نتمنى ان شاء الله يكون على خير ان شاء الله ان شاء الله اخو علاش الزلال تبارك الله الله يحفظك اخو كيف دوزتي مسيحه اليوم اكذب شريك الخاو سبع الوراقي جاوني بزاف دهشه الخاو داكشي اللي كنت حافظ اتنساي شفت الوراقي بزاف يعني تسلبتي مع الوراقي كنت حافظ وعمات 5 الوراقي الخاو الحراسه هايدا الخاو ديال ما نكذب شريك خاصك تكون كتعرف تنقل ما نكذبش عليك كلشي طالع بنقل شي حاجه هايدا وهايدا ما كايناش ضروري من اللعب شمتهم حيت الاستاذ حرات له باش كنقل وانا عامل فونيسات كابلي شمتو الخاو ديال تعسل الاستاذ تعسل هذا تعسل اللجنه تعسل المدير الله يا حق سبع الوراقي بزاف
تعداو علينا الخاوي. واه دا قول امر الحمد لله دازت مزيان. كيف قول سي مسيحة اليوم؟ قسم بالله الاداره ديالي هذا الصباح اخا ودوز كلشي مدخن كيمياء. والله ما كنتي اليوم اقسم بالله لا كان ساهل مار. فيزيك احمر. اليوم كاع عندي فيزيك خاوي فهمتيني. شحال من سيف مسيحة شحال من سيف من الوقت؟ نص ساعة اخو سحاب. شنطان الله يدير هيركولس ضروري هذه يعني يلا ابا نص ساعه كان عندنا فيزيك اخويا قرينا السلام عليكم ساقطع الله يدير الخير ابا نزلت ومشيت خرج شحال اساسيده الله يعمرها السلع الحراسه اصلا سينا بينا حافظ ما عندك شي مشكل مع الاساسيده عندك كنقول كيجيب الاستاذ تخرجينا يا دخ زيد كمل خليه يكمل راجل واثق باكالوريا ديزا في 2021 اخويا نسيت نعمر معاهم شي حاجه استاذ فحد الوراقي بدي عينك الخاوة السيفي أينشتاين كان يدوش الخاوة أينشتاين يدوش هاد الوراقي الخاوة هيا خلاص سالسة قالنا شوف صباح النور كيف صباحك الحمد لله سينا عاد تدخل دوز خرجوا دراري طلعنا نشوفوا الاجواء كيفاش عامله كذا المهم طلعت كلينيكس اللي بغا يبكي اخو حتى شي لاعب هو كلشي خارج فرحان الدراري كامله كاس كاع يعني قوه كيش كيمنا انا سناد اخو انا باش نطلع دوزات شي عندك واش فوتي كيف قوسي مسيح دمنا واحد ثلاثه ديالنا اخو حررنا الزيرو خرج شي بحال شي سال اخو في متناول والله العظيم والله العظيم الدراري خصها راجعوا كذا والله العظيم والو الزهر كلشي مزيان راحت في السد عام رايد وتخايل وجالس معايا الله يا الخاوي جيت قهوة معايا اليوم مريح لي فوق الطاولة جابوني في الأول مش عندهم كيسالوا لي شي حاجة كيفاش قوسي مسيح عندها واخا كان أستاذ جالس قدام حاربنا الزير حاربنا الزيرو وصافي حقك تخرج واثق من راسك يكون عين خير إن شاء الله نسيت لك الخاوي حنايا تكاوطرنا الزهرة جم طاحوا فينا واحد جنقلة تبارك الله والله الا ساهم ما ساهم وما جالكش ديك الاستاذ اللي جانك وجالك ديك الاستاذ التليفون الخوات سي صرفك من الدوالي مع الدخله الخوي كيف هو السي مسيح؟ الحمد لله دوزنا مزيان داكشي كان في مستوى الاساسيده كانوا قايمين بالواجب ديالهم الحمد لله بالحب والشرف رفعوا على قضيه ولا كانت مزيره قضيه؟ الحمد لله صراحه على حاس كل واحد وكيفاش فهمت؟ الحمد لله قول دينا شي سا حررنا السا ما كايناش يا اخي ابراهيم والله ما كاين اخا كاين اللي ما محرر والو لا السا نديو ديك جويجه سيده ديالنا مداخمة للديناجي قدامي واحد خالينا قاعد منا والله تلاقي أربعة دوار خاز عامري ولا يدي شي ثلاثة شي خمسة طوبي ديالو قسما المهم فكو الدراري مع لاطيس واحد الأستاذ تعامل معنا خلانا ننقلوا لكن واحد الأستاذ لا والو مترجم واحد الأستاذ جيت ما نغفى أخي إبراهيم راينا ما الرغبة والو كيفاش دوزتي مسيح عليك؟ مسيح المداخم والله العادي واحد الأستاذ جزا الله خيرا تعاملت افايت سقسينا الله فوق الجهد اللي عنده شي حاجه تنسالو دراري بقاسك دراري بقاسك تفرج بعطاها واحد هو معايا العشيه وركون كيتفرج كيتفكر ديزك اتحاد الروميو الحمد لله خاوه قوزنا مزيان كانت الامور الحراسه مرخوفه خاوه ديالي اللي فراسو شي حاجه كيعمل مرضي من اللي عندك الحراسه مرخوفه اليوم راك مرضي اليوم احنا دعس معنا الوليد وصلينا فجر قرينا ياسين عاتك جينا تبارك الله هذه يلا الهضره نيش الله ينجحنا كاملين بينا الله يوفقنا الله يفتحنا بيبان ديال الخير كاملين بينا احنا يا وتوم ولا الدراري جيت تفيقات عندك شي اضافه هاجي بحال اضافه نصيحه كان في مستوى صافي المهم جاوبنا مزيان عمرنا الحراسه اللي عمرها سلعه والله الا خلونا ننقلوا لا تخلونا ننقلوا المهم شكرا للاساسي تحيه لاحسن استاذ استاذ الصماد خطح امتحان صعيب ولكن هاني استاذ الصماد احسن استاذ في العالم احسن استاذ في العالم استاذ الصماد دريس كيفاش دوزت التمسيح الصراحه مزيان عمرنا شويه كانت مرخوفه قضيه اليوم كانت عند واحد الاستاذ رحبتنا شويه عطينا مرض ادرس ما نخافش عليك الخاو لا حول كما شفتوا كان هذه الاجوبه السلام ونتمنى التوفيق والنجاح للجميع والسلام عليكم تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.